بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وهذا غدانا اليوم، مرق باذنجان. دخلت الفرن، قليت الباذنجان نفس الطاولة اللي قليت فيها الباذنجان، حمست الثوم والدجاج وخليت عليه شوية ماي إلى أن شربه، طبعا الملح والبهارات حسب اللي يعجبكم. بعدين صفيت عليه قطع الباذنجان وحمست المعجون ومي الطماطم وخليته علي شوية فار، دخلت الفرن بس من فوق حتى ياخذ شوية تحميصة. ومع هذا الرز بالشعرية، وهاي سلطتنا هي خس وجزر وفلفل وطماطة وكرفس والليمون. وطبعا هذا الصلصة مالت السلطة اللي هي زيت الزيتون، خل، عصير حامض وملح وقليل من العسل يكسر الحموضة. وهذا التمر، كل نفر 4-5 حبات تمر. تدرون احنا لازم فردي ناكل التمر. سهمكم العافية. وهذا عصيرنا، عصير برتقال وليمون وجنجر وجزر. لا تضوجون ولا تملون، لان الان وقت مرض والعصير كل شيء يوصون به الاطباء. ان شاء الله راح يكون لي فيلم اخر راح اتكلم به عن الوضعية الخاصة بي اني، كيف نصحوني الاطباء وشنو وضعي. ارتقبونا على الفيلم الجديد. سهمكم العافية ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. كل الاكل صحة وعافية وهنا على جميع البشرية. يا رب شافي جميع المرضى بعد عنا هذا البلاء. يا رب الارض والسماء.